السلام عليكم الغزالات، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نهضر معاكم فيه شويه شحال هادي ما هضرنا، وخصني ضروري نجاوبكم على بعض الاسئله اللي تكررت في التعليقات. فخليوكم معايا هذا الفيديو، غادي ندير تشوفيه ونوضحوا فيه بزاف ديال النقاط، وفي اخر الفيديو غادي نشارككم العبايات ديال العيد اللي وصلوني. فغادي نبداو باول سؤال اللي سولتوه لي بزاف بزاف بزاف، انا جاوبت عليه السنه اللي فاتت، ولكن لاحظت ان الاسئله تكرروا بزاف، يعني كاين بعض الاخوات اللي التحقوا بالقناه مؤخرا فما عرفوش الجواب ديالو، واخا تنجاوبهم في الكومنت، ولكن بزاف باش نجاوب كلشي وتيجيوني نفس الاسئله في الانستغرام اللي هو تيتعلق بالخدمه ديالي. بزاف البنات اللي عجبتهم الخدمه ديالي، عجبتهم النوعيه ديال الخدمه، وعندهم الميول انهم يمتهنوا نفس المهنه، فتيسولوا واش انا قريت، واش هذا الشيء خصو يتقرا، واش بشحال الثمن اكسترا. فغادي نجاوبكم. اول حاجه تتسولوا عليها واش انا قريت الزين ديال الحلويات او لا الشوغر، فانا ما قريتوش نهائيا. كيف تعرفوا البنات انني فاش كنت في المغرب الدراسه ديالي او المسار الدراسي ديالي كانت تخصص فنون تشكيليه، يعني الشعبه اللي قريت فيها هي فنون تشكيليه، هذا اللي يعني انني عندي ميول للفن، ميول للتشكيل، ميول لهاد الاشياء هذه للرسم كذا، ولكن كعجينه سكر كخدمه هكا في الحلويات ما عمري خدمت هاد الخدمه، ولكن الهوايه كاينه كيف تنقولوا. فهذه اول حاجه انا ما قريتش على هاد الخدمه. وسؤال اخر اللي تيطرح بزاف هي واش هاد الحرفه هذه تتقرا هنايا. بغيت نقول لكم ايه، هاد الحرفه هذه تتقرا هنايا. كاينه مدارس اللي تدير دورات خاصه في تزيين الحلويات او لا في الشوغر ارت او لا في هاد التخصصات، ولكن غاليه بزاف. يعني انا كنت سولت بغيت نزيد نتعلم مهارات اخرين، ولكن بالنسبه ليا جاتني غاليه، يعني باش تاخذي غير واحد الفورماسيون اللي فيها 8 اسابيع مثلا، وعندك شي 2 ساعات في الحصه 3 الحصص في الاسبوع، تتوصل 2000-2800 دولار فقط واحد الفورماسيون، ماشي ديبلوم كيف ما تنقولوا. فغاليه، ولكن زعما الناس اللي بغاو يديروها راه كاينه مدارس. غادي ديروا جوجل على حسب الولايه اللي نتوما فيها، وغادي تبحثوا على هاد المدارس اللي عندها بزاف ديال التخصصات، من طبخ لتزيين الحلويات بزاف ديال الحاجات. واش ممكن تخدموا بلا هاد الدبلوم؟ ايه ممكن تخدموا بلا هاد الدبلوم. انا كيفاش درت خدمت، كنت تنقلب في بزاف ديال المواقع ديال الخدمه، كنت نقلب خصوصا في واحد الموقع اللي سميتو انديد، راه معروف هنايا. اغلبيه فاش تجيو تقلبوا غادي تلقاو كاع الخدامين طالبين اكسبيرينس، طالبين 3 سنين 4 سنين ديال الاكسبيرينس، هذه راه تلقاوها في كاع الخدامين. انا رغم ذلك ورغم انهم طالبين الاكسبيرينس، تنصيفط لهم اي خدمه لقيتها في هاد شوغر ارت، تنابلي عليها وتنديرها في يد الله كيف تيقولوا. فتنابلي بزاف اللي ما جاوبونيش. واحد الاخت كتبت لي انها صيفطات لواحد الكومباني ولا واحد البيكري وما جاوبوهاش، عادي جدا، يعني حاولي في بزاف ديال البلايص حتى تيجيب الله تيسير. انا راني راسلت بزاف ديال الناس، ابليت عند بزاف الخدامي، ولكن ما كانوش تيجاوبوا حتى جاوبوني هادو. فجاوبوني في الايميل، فقلت لها قالت لي الاكسبيرينس، قلت لها كان عندي اكسبيرينس ولكن كانت عندي في بلادي، كنت ندير الحلويات وكذا وكذا وكذا، وانما عندي الموهبه انا دارسه الفنون وهذه وهذه. صيفطت لها بعض الصور، فهذه يعني اللي عنده الموهبه انا تنقول لكم شنو تقدروا ديروا، لانه هما ما تيهمهمش الدبلوم. انا بزاف الناس في البوست ديالي او في الارت ديبارتمنت اللي خدامه فيها، بزاف الناس دخلوا خدموا معايا تيخدموا بحال تيعطيوك 2 الاسابيع تتخدمي تتيشوفوا خدمتك عاد يرسموك معاهم. بزاف الناس تيجيو يخدموا تدو 2 الاسابيع تيعاود يخرجوهم رغم الدبلوم رغم كلشي، لان ما عندهمش الموهبه، لان داكشي تيعتمد على الحرفيه على الفينيسيون على شنو تتخدمي. فإلا كانت عندك الموهبه ما يهمكش الدبلوم، هما الا شافوك خدمتك نقيه وخدمتك عجباتهم راه ما غيطلقوش منك، كونوا متاكدين، لان بحال هادشي اللي تيعتمد على الفن على الارت تيكون قليل، ماشي بحال الخدامي العادي اللي اي واحد يجي غيوريوه شنو يدير غيدير، لا هادو تيعتمدوا على الابداع. فاش تلقى واحد الشخص اللي تيبدع او اللي تيدير واحد المنتوج زوين راه ما تيطلقوش منه، كونوا متاكدين.
فشنو غادي ديري؟ غادي تصيفطي التصاور، غادي الا اقتنعوا غادي يقولوا لك ديري التيست. هما راه ما تيديروش انترفيو شفوي، لان هذه راه ماشي غادي تمشي تخدمي، ماشي غادي تمشي تخدمي في الريسبشن ولا غادي تعتمدوا على الخدمه تيديك. ما غايديروا لك لا انترفيو لا والو. بالنسبه للبنات اللي تيقولوا لي اللغه، واخا ما تكونش عندك اللغه، واخا انا خدامين معايا تما بزاف ديال الناس سبليون هذه اللي كاع لونغلي ما كايناش، ولكن المهم تيخدموا. غادي يعيطوا لك ان شاء الله للانترفيو، غيديروا لك التيست. يعني الا كان انا تنقول لك المراحل اللي انا تتمنى شنو هو التيست، يعطيوك واحد التصويره فيها اربعه الحاجات، شي حاجه مرسومه بالريشه بالصباغه، شي حاجه 3D، شي حاجه 2D، وشي حاجه ما عقلت شنو هي. المهم حاجه بالفوندون، حاجه بالصباغه، المهم ديك اربعه التصويرات، وتيقولوا لك غادي ديري هاد بحال اللي في الصوره غادي ديريهم. صافي الماتيريال قدامك، تيقولوا لك راه الفوندون راه الصبايغ راه هادي. صافي صافي جبت الفوندون، جبت داكشي، داكشي اللي في التصويره حطيته لهم احسن من اللي في التصويره. يعني في الاخير المانجر قالت لي هادشي اللي صاوبتي انت احسن كاع من اللي في التصويره. صافي اون فوا صاوبت لهم داكشي حطيته، جات مولات الشيء اول ما شافت قالت لي فوقاش تبدا مباشرة. بديت وراكم شفتوا يعني خدمت مدة وجلست وسافرت ورجعت وشحال وانا جالسة، وبقاو واخا هكا كيصيفطوا عليا وتيقولوا لي علاش ما بغيتيش ترجعي، واش خدمتي في بلاصة أخرى غير رجعي، وإلا بغيتي الزيادة نزيدوك، إلا بغيتي هادي نديرو لك، لأن ما تيبغيوش يخسروا شي حد اللي تيكون تيخدم مزوان. فهذه هي القصة ديالي مع الخدمة. يعني تنقول لكم البنات اللي عندها هاد الموهبة وعندها هاد الميول غير تقلب، ورا إن شاء الله ما يكون غير الخير. ورا كيف ما شفتوا خدمة ممتعة ما فيهاش شي تعب، تنخدم في الكورسي بالنسبة للناس اللي تيقدروش يخدموا واقفين بحالي أنا، داري تيضرني بالوقفة. فالمهم تشجعوا والله يكمل بخير، واللي عندها شي أسئلة أخرين تكتب لي في الخاص في الانستغرام أو لا تخلي لي في التعليقات نحاول نجاوبكم. حاجه اخرى اللي سولتوني عليها بزاف بزاف، علاش ما نزلتش بزاف في الموائد في رمضان، وعلاش ما نزلتش الفيديوهات بزاف؟ كاين بزاف الاسباب، بزاف الاسباب. اهمها انني دابا خدامه في العشيات كي تتعرفوا، فتنخدم من 2 ل 6، تنخرج في 6 تقريبا، تنوصل للدار حتى 6 وربع 6 وثلث حتى 6 ونص شي مرات، والمغرب مع 8 وربع. فما عنديش الوقت كافي انني نوجد مائده رمضانيه ونصورها، لان تتعرفوا الحاجه الا كانت غتوجد في ساعه وتصورات تتاخذ 3 ساعات، يعني تصور في واحد المجهود كبير كبير كبير. فصراحه ضيق الوقت ما تيسمحليش انني نصور الموائد الرمضانيه. ايضا بالنسبه للاطباق الرمضانيه راكم تتعرفوا تتعتمد على المسمن، المعجنات، لي شوسون، هذه انا داكشي ما تنديروش بزاف بحكم ان ما تنتعشاوش، فاحنا تنديرو فطور وعشاء، فاغلبيه ماكلتنا تتكون راجلي بعدا تيحماق على الباربيكيو في رمضان، تجي الشهوات الباربيكيو، فاغلبيه تتعتمد يا على الحوت يا تنشويو الدجاج يا تنشويو شي حاجه. المهم ما تنكثرش من دوك المعجنات لان راجلي بعدا ما تياكلهمش، وصافي تنديرهم ما تيتكابلوش في الحقيقه. في رمضانات اللي فاتوا كنت تنبقى تنصور تندير الحاجات غير باش نصور، والله يسمح لي في الاخير تيبقاو تيتلاح داكشي لان ما تناكلوش. وكيف شفتوا مؤخرا حتى نسبه المشاهده ما تتشجعش بزاف باش انني نبقى نزحم وقتي باش نصور وندير الحاجه، ما غاديش تكل غادي تلاح باش نصور بها فيديو، في الاخر الفيديو ما تيجيب لها مشاهده لا والو. فحرام زعما كاينه ما هادو كلهم عوامل تتخليك ما تتشجعيش انك تزيدي تصوري وتزيدي تصوري. تنولي نفضل نصاوب ماكلتي انا وراجلين، يلا يقدني الوقت نوجد طبيلتين قاد ناكل، يعني ما بقيتش صراحه نصور بزاف. السؤال الاخر اللي سولوني البنات بزاف 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 بزاف، توحشنا العرايد ديالك، توحشنا العرايد ديالك، توحشنا العرايد ديالك، علاش ما بقيتيش تديري العرايد؟ بالنسبه للبنات اللي سولوني على رمضان، فانا ما درت حتى شي عراده في رمضان، يعني بطبيعه الحال تجيو عندي صحاباتي اللي قراب قراب بحال نبيله بحال البنات الاخرين، يعني تيجيو اللي موالفه تندير انا وراجلي راه حنا تنديرو تناكلو مجموعين، يعني ما تنعتبرهاش عراده. وانما بالنسبه للناس اللي من غير هاد الناس اللي قرابين ليا ما عرفت حتى واحد، وان شاء الله ما تنظنش غادي نعرف شي حد في هذا الشيء اللي بقى في رمضان. ومن غير رمضان راكم لاحظتوها ما بقيتش ندير دوك العزومات اللي كنت نصور لكم وداك الشيء. علاش؟ علاش؟ لانني ماشي حيت ما تنبغيش نعرض،
او لحيت العراضه تتعكزني او لا تتخلعني. بالعكس انا من واحد النوع اللي العراضه ما تتعكسنيش وما تتخلعنيش سبحان الله، لا ماديا ولا معنويا ولا جسمانيا ولا كي عندي كي ما عنديش كي مريضه كي صحيحه. انا تنفرح بالضياف وتيعجبني الناس يجيو عندي وتيعجبني نوقف وتيعجبني نوجد وتيعجبني نشقى وتيجيني داك الشقى على قلبي كي العسل. زعما ماشي من داك النوع اللي ما تنبغيش الزايد ولا اللي الناس تيتقلو عليا ولا تنبقى نتهرب. بالعكس يعني فاش تنكون في شي مجموعه وتيقولوا بغينا نتجمعوا وعرفتي داك النوع اللي تيبقى كلشي تيحني راسو ويبقى يتسبب ويبقى ما مساليش واللي هادي. انا من داك النوع اللي دائما انا بوحدي وسط واخا نكون وسط عشرات الناس كلشي تيبقى يتهرب، انا دغيا تنطق تنقول لهم صافي صافي تجمعوا عندي. يعني دائما دائما لا في المغرب لا انا من النوع اللي دائما تنقول صافي صافي نتجمعوا عندي. يعني انا دائما سباقه انني نقول الناس يجيو عندي، يعني ما تنبقاش نتهرب من ان الناس يجيو عندي وتيعجبني الناس يجيو عندي. يعني تنفرح من قلبي وشي حاجه اللي تتعجبني ما تقنطنيش، ما تنبقاش هازه الهم راه يجي بنادم وتنساين ديك العرضه فوقاش دوز ولا على قلبي كي تنقولوا ثقيله. لا بالعكس انا تيعجبني نعرض الناس ودائما تنعرض الناس. ومني جيت الامريكان ولكن بزاف ديال الظروف وبزاف ديال المواقف خلاتني وليت حريصه بزاف، وليت تنصلح بعض الاغلاط. يعني في الاول كنت تنحس براسي كيف غادي نقول لكم متسرعه، يعني كنت من داك النوع اللي بحال دابا تنطلق بك اليوم السبت مثلا تلاقيت بك تعرفت بك خديت مرتك خديتي مرتي غادي نجيو وسط الاسبوع نهضروا نهار الاثنين لاباس كي درتي هادي نهضروا نهار الاربع لاباس كي درتي نهار الخميس نعيطك نقول لك نهار السبت مرحبا بكم جيبي ولادك وجيبي راجلك مرحبا بكم عندنا الغداء وهادي ونوض ونوجد عراضه. كنت هكا يعني اللي تعرفت به اول حاجه مرحبا بكم. بزاف الناس انا تتعرفي بهم تيقول لك نتلاقاو في المول نتلاقاو في هادي، يعني تياخذوا وقتهم تيبغيوش يجيبوك للدار. انا لا العكس من النوع اللي اول ما تنطلق بشي حتى نقول له اجي للدار، نتلاقى شي فين ما لقيت شي حد نجيبو للدار. يعني هذا الطبع ديالي ومعمري ندمت عليه كيف ما تنقولوا وما غاديش نبدلو. غير هو بعض المواقف وقعات خلاتني نتأنى اكثر في انني نبقى هاد العراضات وهادشي، لان تنشوف هادشي فين غادي. يعني خصني مدابيه ولكن مدابيه يجيو عند الضياف مدابيه داري تكون ديما عامره، يعني هادشي تيفرحني سيرتو في الغربه راكم عارفين. وانما خص شكون يستاهل، هذه هي المشكله، خص شكون يستاهل. فهذا علاش تشوفوني مؤخرا ما بقيتش ندير دوك العرايض داكشي اللي كنت ندير في الاول. طبيعه الحال ما يمكنليش نديرهم هي باش نصور فيديو انا ما جاينيش الضياف، يعني كنت تنصور لان فعلا تيكونوا جايين الضياف. مؤخرا ما بقيتش نعرض شي عرايضات وداكشي، هذا علاش ما بقيتش نصور لكم. فالمهم نتمنى يجي شي حد اللي يستاهل ونتعرفوا بشي وجوه الخير ان شاء الله مستقبلا، نصور لكم العرايض اللي تعجبوا لكم ونصور لكم داكشي على حقه وطريقه وبتواولوا. اما بالنسبه لرمضان يعني ما نحاول ندير مجهودي ندير لكم شي حويجات للعيد، وانما العرضات ما كاين عرضات. لان بكل بساطه العام اللي فات الى عقلتوا فاش كنت بوحدي كان راجلي مسافر كانت ظروف صعيبه شويه وكنت غير انا وبابا، راكم شاركتوا معايا الظروف كامله وعشتوا معايا رمضان كامل غير انا وبابا تنفطروا بوحدنا رمضان كامل، ما عيط لي حد في رمضان ما عمر شي حد عيط لي. فهذا علاش حتى انا ما غادي نعيط حتى على شي حد. صافي بدلت يعني بزاف د الحوايج صراحه. داك السفر ديال راجلي بدل فيا بزاف د الحوايج وبزاف د النقاط ما كنتش مستوعباهم، استوعبتهم كثر وعرفت الناس على حقيقتهم كثر وعرفت بزاف ديال الحاجات. المهم ما بغيتش هذا الموضوع ياخذنا بزاف، نتمنى نكون جاوبتكم على الاسئله. الجزء الاخير من الفيديو اللي قلت لكم هو غنشارك معكم العبايات اللي جاوني من ميس كيوت، وماشي عبايات قشيشبات جاو مع الورده، يعني جاو مع العيد ان شاء الله قرب. فغادي نوريهم لكم، انا جيت لقيتهم في البوسطه خديت هذه هي الاولى فيها هاد السفيفه بحال ديال المغرب وهي جايه نصكم فيها هاد اللوين هذا بحال بيستاش بحال هاد اللون اللي لابسه نيت، وفي الكول ديالها هكايا
والطويوله. انا هادو غادي نلبسهم باش تشوفوهم من البوسين. صيفطوا لي ثلاثه ديال الحاجات. صيفطوا لي هادي وصيفطوا لي هادي اللي دايره بحال فراشه وهي بالكمام فيها هاد الطريزات في الكمام جايه في هاد الغوج بوردو. شتي في هاد الوريضات زويونين تلبس عاد غادي تبان ليكم. جاوني زوينين هاد لينسكم جاتني طويله في الطول. هاد الحمراء جاتني حدو قدو في الطول حيت انا طويله شويه وخديت وحده اخرى بحال كيتما تشوف ديال الكيتما وهي طويله حتى هي في البلونوي وفي هاد الكميمات هكا جايه سامبل وفي هاد الكميمات فيهم هاد لي بلي وهاد الحجارات. هي هادي فكنت تشوفوا هادو هما ثلاثه الحاجات اللي جاوني. غادي نخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف قولوا لي كيف جاوكم هاد اللوينات ديالهم. صافي هما هادو هما هادو الحويجات اللي جاوني من هاد الموقع ديال ميسكيوت اللي قلت لكم غنخلي لكم الروابط كلها في صندوق الوصف. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى الاخوات اللي باغين الخدمه ديالي يعني اللي هي اهم نقطه بغيت نهضر عليها في هذا الفيديو يتشجعوا وان شاء الله راه ما يكون غير الخير. غادي نقول لكم الى اللقاء نتلاقاو في فيديوهات مقبله باذن الله. غنخليكم دابا تشوفوا العبايات هما من بوسين وغادي يتسالى الفيديو وكيف دائما احبكم في الله.